مطلوب جدا المربع الصغير الموجودين في الجداول عشان نقدر ان احنا نعرف. بس الاول الزرار دايما بيبقى زرار تأكيد، تمام. لازم تطلع من كله. حاجة اسمها هنخليها بالتأكيد، اللي هي بتبقى يس ونو. بتبقى يس ونو دي شكلها شكل مربعات كده اهو. كده يس وكده نو، متفعلة أو مش متفعلة. دي مهمة جدا جدا في أول خطوة في الخطوات، اللي هي ازاي اللي احنا بعد ما يعمل كونفيرم يقدر يعمل علامة صح، وبيقدر في نفس الوقت يخفي الداتا، يخفي الداتا. ودي هنعرفها إن شاء الله في الحلقة الجاية.